نحييكم مشاهدينا من إقليم كردستان لنقدم لكم حلقة جديدة وبرنامج من أربيل، نسخة جديدة من معرض أربيل الدولي للكتاب أقيمت في مدينة أربيل بمشاركة عدد من دور النشر المحلية والعربية. على الرغم من الوضع الاقتصادي المتردي في العراق بصورة عامة وفي إقليم كردستان على وجه الخصوص، فهل يعني ذلك تحدياً للظروف أم أن الثقافة هي دائماً مرتبطة بالفكر العراقي؟ من داخل أروقة هذا المعرض نقدم لكم حلقتنا لهذا الأسبوع، والبداية مع تقرير يتحدث عن المراحل التي مر بها هذا الصرح الثقافي منذ انطلاقته الأولى. منذ عام 2005 يقام كل سنة على أرض المعارض في مدينة أربيل عاصمة أقليم كردستان معرض أربيل الدولي للكتاب، ويعد واحدا من أكبر معارض الكتاب في العراق، كونه يضم آلاف العناوين من الكتب المطبوعة باللغات العربية بالدرجة الأساس ثم الإنجليزية والكردية لمؤلفين وناشرين معروفين، ويشارك فيه عدد كبير من دور نشر محلية وعربية وأجنبية، كما يحظى بتفاعل جماهيري واسع من داخل الأقليم وخارجه، ويزداد عاما إثر عام بقصد الشراء أو الإطلاع فقط. وعلى هامشه يقام العديد من الفعاليات الثقافية ومنتديات للتبادل الثقافي والثراء الفكري والمعرفي. وفي الوقت ذاته المعرض يشجع الناشرين والمؤسسات الثقافية على توسيع التعامل مع الكتاب، كونه مشروع مربح ماديا أيضا بالنسبة لهم. ونلتقي مشاهدينا بالسيد إيهاب عبد الرزاق مدير معرض أربيل الدولي للكتاب، أهلا بك. بداية، هل هناك دور نشر تجنبت أو قاطعت المشاركة في هذا المعرض لأسباب اقتصادية ربما وحتى أمنية؟ طبعا أول شيء بالعكس، هذه السنة كان أكو إقبال من دور نشر. السنة الماضية ابتعدت عن المعرض، السنة الماضية تعرفين بسبب تهديدات عصابات داعش الإرهابية اللي كانت في هذه الأيام حملة إعلامية قوية مسوين أنه داعش وهي الأشياء، فكثير من دور النشر ابتعدت عن المعرض السنة الماضية. هذه السنة رجعوا وبكثافة كبيرة، يعني احنا كإدارة معرض أربيل هذه السنة أخذنا وقت طويل لانتقاء دور النشر، لأن دور النشر المقدمة عندنا هي أكثر من 500 دار نشر، دار نشر حقيقي مقدم ما عدا التوكيلات، يعني عندنا 500 دار نشر موجود، احنا اختارينا منهم 200 دار نشر فقط، يعني احنا رفضنا مشاركة 300 دار نشر. طبعا طريقة الاختيار كانت حسب أهمية دار النشر، حسب نوعية إصداراته، حسب التزامه بقوانين المعرض الداخلية. نعم، في المعارض السابقة كان هناك اتهام لبعض الكتب تحمل عناوين ربما تحرض على الانقسام أو الطائفية أو تهميش الآخر، فهل هذا صحيح؟ شوفي، هاي الكتب موجودة طبعا، أكيد تكون موجودة، لكن بالمعرض احنا دائما نحرص على انه هذه الكتب ما تكون موجوده. احد الاشياء اللي قلت لك، احنا ننتقي دور النشر، من اسباب انتقائنا لدور النشر انه اي دار نشر نكتشف عنده مخالفه من هذه المخالفات وبطريقه متعمده نمنع مشاركته بالسنه الجايه، حتى لما يقدم طلب احنا ما نستقبل طلبه. هذه وحده. ثانيا، احنا كل سنه نستلم قوائم الكتب قبل مده من المعرض، ونبدأ نطلع على كل الإصدارات، فبحالة وجود أي إصدار يعني نعرف بأن هذا الإصدار يسوي فتنة طائفية، يسوي فتنة مذهبية، يسوي، مباشرة احنا نرسل الدار النشر انه هذا الكتاب لا تجيبه. ممكن يعني انه في بمعرض يحتوي 700 ألف عنوان، إذا طلع 4 أو 5 عناوين وقدرنا أيضا نسيطر عليهم فلترة، فهذا شيء طبيعي. ثانيا، أي ناشر يدخل إلى موقع معرض أربيل الدولي للكتاب لغرض التسجيل، أول أوبشن يكون مكتوب هي شروط المعرض. أول شرط هو الامتناع عن عرض أي كتب تثير الفتنة الطائفية أو العرقية بين أبناء الشعب العراقي أو الدول المجاورة، يعني حتى هاي احنا محط، إذا ما يضغط عليها أوكي ما يقدر يدخل للتسجيل، فيعني احنا جدا مركزين على هذا الموضوع. كل هذه الإجراءات وتمكنت هذه الكتب اللي تحرض على الطائفية ربما والانقسام وغيرها، تمكنت من الدخول إلى المعرض في السنوات الماضية، لماذا؟ لا طبعا، شوف، هو انه كتب دخلت للمعرض وهي بيها اشياء طائفيه واشياء، لا ما اعتقد يعني، وحتى اذا تدخل او توصل احنا من اول يوم نسيطر على الموضوع ونشيلها. لكن احنا عندنا بالعراق بصوره عامه وفي كردستان خصوصا، اذا تشوفين احنا ما عندنا رقابه على الكتب، عندنا حريه التعبير، لكن
احنا مسوين رقابه فقط على هاي الاشياء اللي قلتيها حضرتك اللي هي تثير الفتنه الطائفيه وتحرض وتغسل ادمغه الشباب. يعني هذه احنا مسوين عليها رقابه شديده ومسيطرين عليها، وعندنا لجان مختصه تطلع تلف على المعرض تشوف الاجنحه تراقب هذا الموضوع، نتابع. احنا نستلم كشوفات الكتب اللي راح تجي للمعرض قبل 6 شهور من المعرض ونبدا بدراستها وتحديدها، وعندنا ناس يعني مختصين، يعني من يشوف الكتب بدون ما يقرا الكتاب يعرف شنو محتواه لانه هو قاري اصلا. طيب هل هناك رقابه او منع من الجانب الحكومي لبعض دور النشر او عناوين كتب معينه او مؤلفين حتى؟ شوفي نهائيا ما اكو اي منع من الجهات الحكوميه او من اي جهه اخرى. احنا مجرد عندنا رقابه على هذه الكتب اللي تسوي فتنه طائفيه وتثير مشاكل عرقيه وتسوي مثل ما نقول تاذي الشباب وتغسل ادمغتهم. هذه الجهه الرقابيه هي بالتعاون بين اداره المعرض ومؤسسه المدى ووزاره الثقافه في الاقليم ووزاره الاوقاف. احنا مع كل هاي الجهات متعاونين ومسوين لجنه واحده نطلع بها بنتيجه، يعني ما نقدر نعتبره انه هو تجديد على الموضوع بكثر ما هو فائده للمعرض. نعم. تضعون دائما شعار حكومي في هذا المعرض، هل هذا للمجامله ام هناك سقف تعاون بينكم؟ التعاون اولا، هذه ارض المعرض اجرتها جدا غاليه، مؤسسه المدى تاخذها بسعر مخفض جدا. واذا تشوفين انه اي معرض كتاب، اي معرض عفوا تجاري او اي معرض اخر يصير على ارض هذه المعارض، سعر الاجره فيه هي 4 أضعاف سعرنا. يعني احنا سعرنا ناخذ الارض بسعر مخفض ونقدمها للناشر بسعر مخفض. ثانيا، تسهيلاتهم من ناحيه دخول الكتب بالحدود، التسهيلات الحدوديه، تسهيل التاشيرات، تامين الحمايه للزائرين، يعني كل هذا يعتبر دعم حكومي. رئيس الاقليم لا يفتتح اي معرض اخر طوال السنه ما عدا معرض الكتاب، اعتقد هذا هم يعتبر دعم كبير للمعرض. فاعتقد انه كل هذه الامور هي امور تعاون، امور تسهل لمؤسسه المدى اقامه هذا المعرض. ولكن هذا كسب لسمعه اقليم كردستان، لكسب سمعه حكومه الاقليم وليس دعم للمعرض. عزيزتي، يعني هو اي حكومه من تقيم معرض اكيد هدفها هي انه السمعه اكيد، وانه تنشر ثقافه. يعني مو غلط ان يعني لو اكو اي جهه حكوميه، اي حكومه محليه من حكومات المحافظات العراقيه تقدم نفس هذا التسهيل، كان صار بكل محافظه عراقيه نفس هذا المعرض، صح ولا غلط؟ لكن انه ولا 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 وزاره الثقافه العراقيه ولا اي حكومه محليه ولا اي جهه اخرى بادرت بتقديم ربع ما تقدمه حكومه اقليم كردستان لاقامه هذا المعرض. ونحن احنا مؤسسه المدى مستعدين لاقامه معرض في كل محافظة عراقية بمستوى هذا المعرض، بشرط خلي يقدموا لنا نفس هاي التسهيلات اللي حضرتك قلتي عليها انه للسمعة. فيا ريت لو هاي السمعة خلي يقدموا لنا نفس هاي، وخلي يقام معرض بهذا المستوى بهاي الأهمية حتى الناس تستفاد تتثقف. يعني اعتقد هذا الشيء واضح. دائما على هامش هذا المعرض تقام ندوات لشخصيات معروفة ومن بينها سياسيين أيضا، يعني ما علاقة رجال الدولة والسياسيين بهكذا معرض المفروض يكون تخصصي، أليس كذلك؟ أول شيء إحنا لما نجيب أي رجال سياسة نجيب كل واحد بتخصصه. مثلا عندنا السنة الماضية صارت عندنا ندوة عن التربية والتعليم في إقليم كردستان، يعني منو أفضل واحد ممكن أن يتحدث عن الموضوع؟ فأكيد أحد الشخوص الموجودين يكون وزير التربية. هذه السنة عندنا ندوة عن السياحة في كردستان، يعني منو أفضل؟ أكيد وزيرة البلديات اللي هي مسؤولة عن السياحة، محافظ أربيل، وراح يكون أيضا موجود الشركة الوطنية الناقلة زاغروس راح تكون موجودة. فأنت لازم مثلا قبل سنة سوينا عن الوضع الأمني في كردستان، أكيد تستضيف وزير الداخلية. وثانيا بالعكس، احنا مثل ما تشوفين يكون حضور جماهيري ونفتح النقاش بين المسؤول والجمهور، هي طريقه لتوصيل صوت الناس الى المسؤول. فيعني مثلا احنا ما جبنا مسؤول بوزاره الداخليه واجى وقع كتاب، لا، عندنا ندوات ثقافيه متخصصين بها، كتاب ومؤلفين على كل من بتخصصه، مثل ما الاديب يجي ومثل ما الشاعر يجي، ايضا احنا نريد نسوي مواجهه بين المسؤول والجمهور.
السيد إيهاب عبد الرزاق مدير معرض أربيل الدولي للكتاب، شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا، شكرا لكم. إذا مشاهدينا، سيكون لنا حوار مع عدد من المشاركين من دور نشر وناشرين في هذا المعرض لنتعرف على المزيد في سياق موضوعنا لهذه الحلقة، ولكن بعد أن نتوقف قليلا مع هذا الفاصل ثم نكمل هذه الحلقة، فابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، ومن داخل أروقة معرض أربيل الدولي للكتاب نلتقي بأحد المشاركين في هذا المعرض. أهلا بك. أهلا بحضرتك سمير الشاهد، دار الطلاع مصر. الأول بنهنيكم وبنحييكم على إقامة معرض أربيل، اللي فعلا يبقى أصبح يتبوى مكانة كبيرة جدا وسط أجنحة المعارض العربية كلها دلوقتي. يعني بنحييكم ونحيي أنفسنا نحن موجودين معكم في أربيل هنا. نعم، من الذي يتحمل نفقات المشاركة، الإقامة، الطعام وغيره؟ الناشر هو يتحمل كافة المصاريف والالتزامات كلها، من إيجار للسفر للتنقلات كلها، هو الناشر في كل الدول العربية كده، وده بيمثل عبء فعلا على الناشر يعني. ومعي أيضا مشاهدينا أحد المشاركين في هذا المعرض، أهلا بك. أهلا وسهلا فيك. هل لك أن توضح للمشاهدين في العالم العربي أنه كيف يتعاطى المجتمع الكردي مع المؤلفات العربية؟ أهلا وسهلا فيكم. بالأول، المجتمع الكردي بيتعاطى مع المؤلفات العربية، هلأ هي إشياء جديدة بالنسبة له، وهي غير اللغة الأم اللي هو معود يشوفها. طبعا منقول أنه المواطن الكردي عم يتجه ويقرأ الكتب الأدبية، الكتب السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية، يعني هيدي حتى لو موجودة بالعربي منلاقي بعض الاهتمامات عليها. هلأ عم نلاقي عنصر الشباب كمان يلي عم بيميل عن جديد، يعني عن سنة الماضي والسنة عم نلاقي انه عنصر الشباب عم يهتم كمان بالروايات العربية، صار عم بيصير في اقبال كل سنة عن سنة، عم بيكون في اقبال زائد على الروايات العربية. فان شاء الله هيك بيكون في على طول مهرجانات ثقافية لحتى الشعوب تتقرب من بعضها، نتعرف على غير ثقافات، نشوف شو هن يعني شو اشياء احتياجات هذه المجتمعات، لو بنقدر نلبيها ضمن إطار الدار ما بنرفض أي طلبات يعني. طيب، هل كنت تتوقع قبل أن تأتي وتحضرون لهذا المعرض أن يكون الإقبال بهذا الشكل؟ صراحة كان لنا عدة اشتراكات من قبل بمعرض أربيل. بحكي كمان ملخص صغير عن تجربتنا العام الماضي. السنة الماضية كنا مترددين أنه نشارك بمعرض أربيل نظرا للظروف اللي كلنا عارفين بأوضاعها، ولكن برضو يعني لقينا أنه المجتمع عم يتحدى هيدي الظروف، وعم بفرج أنه هو مجتمع ثقافي يتحدى أي ظرف لحتى يتوجه لثقافته، والناس بعدها مصرة أنه الثقافة هي التي تبني الأوطان وليس العكس. ومعي مشارك آخر في معرض أربيل الدولي للكتاب، أهلا بك. هشام شعير، دار النهضة العربية بيروت. يا هلا فيك، الله يخليك. كيف تقيمون المعرض لهذه السنة عن السنوات الماضية؟ نحن ما نقيم المعرض، عم تقولي تطلب مني تقييم معرض أربيل أو تقييم المعارض كشكل عام. الكتاب كشكل عام متراجع، ما فين أنا أتوجه نحو معرض أربيل، متراجع بشكل عام بكل الدول العربية. السبب هو ما فينا نقول نحن انحدار الثقافة، فينا نقول يمكن الوضع الاقتصادي، فينا نقول عدة أمور غير الوضع الثقافي، لأنه الإنترنت ممكن أخذ كتير حيز وأخذ مكان الكتاب بشكل كتير غريب. نعم، بما أنكم يعني تشاركون كل سنة ولكم مشاركات عديدة، ما هي عناوين الكتب الأكثر رواجاً لهذه السنة؟ في عنا إذا جوابها حيكون واضح بعدم المقارنات مع أي دولة أخرى. الدول العربية اللي نشارك فيها كان الكتب اللي هي أكاديمية، كتب الفكرية، كان في إلى رواج كتير عالي. أصبح التوجه بالانحدار الثقافي نحو الرواية، بس هون أنا بقول الحمد لله وكتر خير الله، يعني أنه ما زالت منطقة العراقية كلها سوا، منطقة العراق ككامل، ما زال الطلب على الكتب الفكرية والكتب الأكاديمية أكثر من الرواية وأكثر من أي كتب اللي هي للناشئة. فهذا الشيء كتير 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 حلو. ونلتقي أيضا مشاهدينا بأحد المشاركين في هذا المعرض، أهلا بك. يعني بداية، هل هذه أول مشاركة لكم أم لديكم مشاركات سابقة في المعرض؟ لا بالطبع، نحن منذ بداية معرض أربيل ونحن لم ننقطع عن المشاركة، 6 سنوات أو 7 سنوات على ما أظن.
وهي دائما خلينا نسميها متعة، ونحن بنكون فرحين جدا بالمشاركة بمعرض أربيل. طيب كيف تقارن هذه السنة بالسنوات الماضية؟ في إقبال الحمد لله، نحن نتوقع يكون بعد أفضل، ودائما نحن بنشارك بنتأمل خيرا، نتفائل بالخير. ونلتقي أيضا مشاهدينا بمشارك آخر في هذا المعرض، أهلا بك. يعني بالتأكيد هناك زملاء من خارج البلاد أيضا مثلكم ناشرين ودور نشر أخرى، ربما أعربوا عن تخوفهم للمجيء والمشاركة بهذا المعرض، ربما لأسباب اقتصادية أو ربما أمنية، فكيف جازفتم أنتم وجئتم للمشاركة بهذا المعرض؟ نعم، نحن ليس مجازفة، ولكن بسبب وجودنا عندنا فرع في بغداد، فرع للدار في بغداد، فكانت المشاركة أسهل لنا. أما الدور الأخرى كانت تخوف في السنة الماضية أكثر عندما كانت هجمة داعش على الإقليم، الآن الدور أحسن، مشاركة أكثر، وأيضا التخوف من الوضع الاقتصادي للمنطقة عموما والإقليم خصوصا. نعم. هناك بالتأكيد شروط للمشاركة، فممكن أن توضح للمشاهد هذه الشروط؟ هو أعتقد شروط المشاركة أن تكون لديك دار نشر متعدية، أعتقد 50 عنوان أو أكثر، وأن تكون مشارك في اتحاد الناشئين العراقيين أو العرب، أو هذه شروط المشاركة مع الرسوم. ونلتقي أيضا بمشارك آخر، أهلا بك. أهلا وسهلا. ممكن أن توضح لنا العلاقة بين الكاتب ودور النشر بالنسبة لكم فيما يخص دور نشركم أنتم؟ احنا بفضل الله يعني نهتم في مؤسسه بيدار النشر والتوزيع بالكتاب المهتمين بالاسره والتنميه البشريه بشكل عام. فالحمد لله لنا يعني مؤلفات كثيره يعني لمشاهير من المؤلفين في مجال التنميه البشريه والاسره، مثل الدكتور ابراهيم الفقي، الدكتور ياسر النصر وغيرهم يعني. طيب كيف ممكن ان تقيم لنا التنظيم في هذا المعرض؟ أول الحمد لله يعني معرض أربيل الدولي للكتاب من المعارض المتميزة في تنظيمها، يعني لذلك نحرص على المشاركة به كل عام. وأيضا نلتقي مشاهدينا بمشارك آخر، أهلا بك. يعني بما أنه الكتب الموجودة هنا نراها أنه هي للأطفال مخصصة، فكيف ترى إقبال الأطفال لهذه الكتب؟ والله حتى الآن الأطفال لسه ما يجوش بكثرة يعني، بس في الغالب يأتون في معرض أربيل بكثرة. كيف تقيم تنظيم هذا المعرض لهذه السنه؟ لا ممتاز، من حيث تنظيم هذا السنه ممتاز، والسنوات السابقه ايضا يعني يبذلون الاخوه المنظمين كل الجهد لاخراج المعرض بشكل رائع يعني. واخيرا مشاهدينا نستطلع اراء بعض الزائرين لهذا المعرض والمعنيين بالثقافه والكتاب، فيما اذا كان لهذه العناوين دورا في دعم التطور المعرفي والارتقاء الثقافي، وكيف هو التقييم النهائي لهذا المعرض. أنا طبعاً 11 سنة 11 دورة أنا أحضر معرض الكتاب الدولي. اللي لاحظته هذه السنة ميزة حقيقة كلش مهمة، وهي كثرة الكتب اللي كتب الأطفال، وتحديداً كتب تعليمية طبعاً، وهذا فعلاً أنا أسعدني شخصياً، لأنه أعتقد الاهتمام بثقافة الطفل موضوع مهم جداً، وربط الكتب أيضاً يعني خلق علاقة بين الطفل وبين الكتاب موضوع مهم جداً، خاصة أنه القراءة بدأت تضمحل. مقارنة بالأعوام الماضية الإقبال أقل، فللوضع الاقتصادي تأثير كبير والتوقيت غير مناسب، ولكن في نفس الوقت له أهمية كبيرة في التطوير الفكري والثقافي في إقليم كردستان. يوجد إقبال كبير على شراء الكتب، ونحن الآن في زمن المعرفة والتطور، والمليء هو الذي يملأ الساحة أكيد طبعا. أنا أشوف الصرف على الكتب مثل ما تصرفين على الأكل وعلى الشرب وعلى السكن كلش مهم، يعني مثل غذاء فكري هذا مثل ما يقولون. في كتير information، في كتير يعني ثقافة نحن في ظرف نحتاج إلى التواصل الثقافي، والكتاب بالتأكيد خير وسيلة لذلك. في كتب كتير جديدة وحلوة عن السنوات اللي قبل، وأنا جبت كتير كتب بالإنجليزي وبالعربي. هو ثقافة فنية للكتب، لأن بيها كثير أشياء تساهم بالتطور العلمي. إحنا الكتب تقدرين تتعلمين منها أشياء كثيرة، وإحنا جينا على عمود نشتري كتب نتعلم شيء زائد. أعتبر هذه السنة سنة متميزة جدا، من خلال اختيار العناوين اللي موجودة، من خلال اختيار دور الكتب
العالمية وكذلك حجم الكتب، حجم العناوين اللي موجودة، واختيار جيد جدا، مو اختيار عشوائي ولا يعني بس حشو بكاتب. هناك بعض العناوين شاهدتها في هذا المعرض كان يفترض منعها من العرض، وخاصة الكتب الدينية التي تشجع التطرف، وللأسف مع وجود هذا الكم الكبير من الكتب إلا أن الكتب الدينية لها رواج أكثر. أنا أقول إن كان لدينا 20,000 دينارا فلنصرف 5,000 على الثقافة و 15 آخرا على باقي مجالات الحياة. الكتاب تستحق واستحقاقا أكثر من أن نعطيه. نريد من هذا المعرض أو المعارض الأخرى أن تكون هي جامعة للعراقيين، لإنسئمنا الانقسامات والآن ملينا الحروب، احنا نريد نرتاح، ولذلك نريد أن نلجأ إلى الكتاب وعبر الكتاب البستان كما قيل، الكتب بساتين العلماء أو الأدباء، نلجأ من خلال هذا الكتاب نثقف الاندماج، ثقافة الاندماج، العيش المشترك. بصراحة يعني عم نشوفه أنه كتير الكتب الفكرية والكتب الأدبية اللي يعني اللي لازم نحن نحتاجها كناس كشعب المنطقة لتطلع من أزماتها قليل كتير بالنسبة لأسباب الأزمة نفسها. يعني شفتي كان في طيف واسع من الكتب الدينية اللي ما بتعالج قصص بشكل عميق. يعني إذن مشاهدينا وصلنا لختام حلقتنا لهذا الأسبوع، نلقاكم في الأسبوع المقبل وبنفس الموعد. هذه تحياتي.